بغينا نديروا هذا الفيديو على مول الكاسكيطه، لانه خرج الان في اول خرجه ديالو بتعيشت، خرج نسى كل شيء، داكشي ديال السجن. بدات يقول لها ما حمار البلاد، مالك البلاد، احنا راه باغيينك وحنا ماشي ضدك وحنا ماشي هذا، صافي بغيتي تبيع الماتش وما وغتبيعوا فابور. هذا هو المشكل، بعتي الماتش فابور. شتي هذوك اللي هذوك السراق اللي كيسرقوا البلاد، وهذوك اللي كتقول لهم انتم هذوك الملك زوين واللي دايرين به خايبين، هذوك اللي كتسموهم انتم الخايبين اللي مدورهم الملك به، هو عزيز عليا الخايبين، غا الشفاره غا القماره غا الحباسه. ملي تنقول الحباسه راه زعيط راتو، ركب في راسكم الفيلم، مزعتر محمد السادس، يا ولد يا مزعتر محمد السادس حساس ومزعتر. الله ينعل اللي ما يحشم. هذاك وجهك ولا كفاك مول الكاسكيطه؟ عقول لي هذاك وجهك ولا كفاك؟ هذاك وجهك ولا كفاك؟ ما تتحشمش يا صاحبي تضحك على المغاربه، ما تتعي ماشي عيب عليك تبدا تضحك على المغاربه وتكذب عليهم، تقول لهم الحمار السادس راه حنا باغيين، ما بغيناش يا خويا، حنا ما باغينش محمد السادس، حنا ما تليناش باغيين الملكيه، حنا ما تليناش واحد المصاريف ديالو 967 الف دولار اللي كتبوا عليها الجرائد هنايا في ميريكان، كتبوا عليها الجرائد بان 967 الف، قال لك بزاف هذا الشيء. هما الرئيس ديال ميريكان، ها الرئيس اللي مزيان، واخا تقول لي هذا يكون مزيان، هذا هو اللي بغينا، حنا بغينا اللي غادي يحكمنا بحال الرئيس ديال ميريكان، رغم ان ميريكان راه دوله عظمى، الا كتعطي للرئيس ديالها 400 الف دولار في العام، يعني 400 مليون مغربيه في العام تيشدها الرئيس ديال ميريكان، 400 مليون مغربيه كيشدها الرئيس ديال ميريكان في العام، شحال كتقولوا انتم؟ انتم مالككم تيشد 967 الف دولار في النهار، 967 مليون مغربيه، 967 مليون في النهار، ماشي في الشهر، ماشي في العام، هذا راه العام 400، انتوما والصالير ديالو، هذا الصالير ديالو، وتيعيش في البيت الابيض، هو اللي عنده الطباخين وعنده شي حاجه، انتوما عندكم الصالير ديالو ما تتعرفوش القيمه ديالو شحال، يلا شي واحد يجبد لي الصالير ديال محمد السادس، يلا. اذا كان مدرب جابوه يلعب الكره كيعطوه 380 الف دولار، يعني 380 مليون مغربيه في النهار، 380 مليون مغربيه في النهار اسمحوا لي في الشهر. الصالير ديال احد المدربين من بعد جا من وراه هنري ميشيل عطاه 250، 380 مليون في الشهر صالير ديال المدرب كيدرب ديال الكره، من غير المصاريف ديالو والكلب ديالو جايب ليه المدرب والفيلا كارينها ليه والطوموبيله على حسابهم وكل شيء، هاد المسائل كل شيء. هادش اش درتو بيه؟ شحال من كاس العالم ديتو؟ شحال من كاس افريقيا ديتو؟ شحال من 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 اذا الملك غادي ياخذ 300؟ غايقول لي واحد لا راه الرئيس ديال فرنسا كياخذ 12000 دولار اي 12 مليون في الشهر، واخا انا واخا ما متاكدش من الدقه ديال هذا الرقم، هذا ديال 12 مليون في الشهر، 12 مليون مغربيه في النهار في الشهر، يعني 12 مليون سنتيم. واش كتظنوا بان اذا كان مدرب تيشد هذا الشيء تيشد 380 مليون في الشهر، محمد السيد غايشد 380؟ غايش تقل منها زعما؟ ما يمكنش. شكون اللي رئيس الفساد في المغرب؟ هو محمد السادس. الفساد هو محمد السادس. العصابات محمد السادس هو الاكبر، المافيوزي اكبر رئيس ديال العصابات. الحشيش ديال محمد السادس. المخدرات محمد السادس هو اللي كيبيع ويشري فيها. وزارة الاوقاف في المغرب كتزرع المخدرات. وزارة الاوقاف في المغرب كتزرع الحشيش. هي اللي كتخلف بالحشيش، ودوك الناس العاديين اللي مفقرين هم مجوعين تيزرعوا شويه هذا قطار هذا جوج هذا ثلاثه، ما يخلوهمش تيزرعوا شي خضر اخرى، يزرعوا غير الكيف ومفقرين هم مجوعينهم كيتشريو من عندهم بقل الثمن وكتبيعوا بالثمن اللي بغيتو نتومايا وكتخليهم هكذاك. انا راه في نظري انا حسب انا ما يمكنش ليا لو كنت انا مسؤول في ديك البلاد ما نخليهمش يديروا زراعة الحشيش، علاش تزرع الحشيش؟ علاش داروا هذا القنب الهندي؟ بزاف ما يدار في ديك البلاد تمايا، دار فلاحة، دار بزاف ديال الحوايج، لأنني أنا ضد أنه يتباع السم للمواطن أو المخدر للمواطن. نرجعوا لمول الكاسكيطة، مول الكاسكيطة خرجت يا خويا من السجن وفرحنا لك ودابا، ولكن دابا هرستي لينا هذه الفرحة هذه. قتلتي لينا هذه الفرحة صافي حيدتيها.
الشعب كله كان كيشوفك بانك مناضل وبانك راك واخا ما ناضلتي ما والو، المهم تيشوفوك بانك راك ضحيه ومظلوم وكتوفر فيك جميع الشروط ديال انك معتقل سياسي واعتقال الاعتقال السياسي والاعتقال التعسفي والمحاكمه الغير عادله والاختطاف، وربما يكون حتى التعذيب، حنا ما عرفناش شنو كاين لانك انت ما قلتي لينا والو، من فمك نبداو معاك. ايوا ديك المره خرجتي من الحبس وانت كتشكر في مديريه السجون، والسجون كانوا كيتعاملوا معايا مزيان ودايرين ليا وكيقول لي السي فلان وهذا، دابا خرجتي قلتي الحقيقه في الاولى قلتي دابا تنادم معاك الحال، ترجعتي كتعيش للحمار السادس. ها المسؤولين، حنا ملي كنظلموا كيبان لينا محمد السادس، محمد السادس هو الاله، هذوك المسؤولين راه وليداته، راه هو اللي مخدمهم. واش كتظن انت بان هذاك الشيء اللي كيوقع في المغرب ما فراسو هو؟ راه عنده اكثر من 15 جهاز امني تابع لي كيجيبوا لي الاخبار كامله في الصباح، باقي انت مازال ربما انت باقي ناعس. هذا لا كان محمد السادس كيفيق اصلا، لا كان ما هو راه ديما مقلوب ديما ضيخ. هاد امير المؤمنين اللي كتهضر عليه انت، واش هو مؤمن بعدا؟ باش من ايمان هو عنده؟ اش من دين عنده؟ يلا قول لي الدين ديال محمد السادس ديالك انت، يلا هذاك الصهيوني محمد السادس. محمد السادس شفار وقمار وخمار وحمار. محمد السادس شفار وقمار وخمار وحمار، لعنات الله عليه. والله الا حشومه عليك امول الكاسيط على الشيء اللي درتي، حشومه عليك. كنت يا تسكت، كنت يا تسكت، كنت غتسكت يا صاحبي، مالك؟ هالفيديو اللي درتي في الاول وهضرت على السجون والقمل والتخربيق وهادشي، بقى حنا عارفين وكلشي، الناس تصنتت لك ودرتي مشاهدات ودرتي كلشي، وكنتي تبقى في هذاك الاتجاه. شي كون بقيتي كتضرب في هذه المسائل، والله سيدي ما يهضروا معك. دابا راك درتي الكرموصه ديالك الوسط. سي مصطفى اديب المهندس ديالنا سي مصطفى اديب راه ديالو هذه الكلمه هذه ديال الكرموصه الوسط، ماشي ديالي انا. لان فاش جبت الكرموصه خصني نجبد مولاها، ما نقولش لكم راه ديالي يعني، يولي شي واحد يقول والسي احمد هو اللي تكلم على الكرموصه في الوسط، لا ماشي ديالي. وتقالت قبل من هذا الشيء. سي مصطفى اديب قال لك اسيدي اليوم دوك الناس اللي كانوا كيحطوا الكرموصه ديالهم الوسط ديال انهم يقولوا المسؤولين كلهم مزيانين، المسؤولين خايبين وشفاره واخنوش ودرقوش واخناتوش وبالكدار وباللي ما كدارش وهذا خايبين، ومحمد السادس هو اللي زوين المنصوري واللي ما منصوريش وفؤاد هابط الهمه وهذا الشيء كلش. لا خويا كانت واحد الوقت تهضر عليهم الدنيا هانيه، دابا جا واحد الوقت لان الكرموسه ديالك الا هضرتي كنتي معارض غا ما تكونش يقدروا ما يهضروش معاك. جيتي مع الملكيين تاني ما يهضروش معاك، تكون يعني تكون في اقصى، دائما خاصك تكون متطرف، يعني متطرف مع هذا ولا متطرف مع هذا، تجي الوسط لا تطرف وكل هكا، اما تحط كرموستك الوسط لا. انت دابا بغيتي تحط الكرموسه ديالك الوسط، راه الهداوي المهداوي راه وقع عليه نفس المشكل، حط الكرموسه ديالو الوسط، باغي يهضر قال لك اسيدي على المسؤولين والملك ديالو زوين، وقال لك انا عياشي. هذا الكلام اللي قلتي ديال قولوا عليا عياش ولا قولوا، قالوا المديو الهداوي حميد الهداوي قالوا، راني راح نرسلنا ليه الدبابه اللي ما خلاوش قال لك يجيبها من روسيا، راح رسلناها ليه، وللاسف ان وصلت لتما ورجعوها لينا، قال لك اسيدي بان راه المسائل العسكريه رغم ان احنا دبابه ديال البلاستيك، دبابه هذا بغينا نصيفطوا ليه هديه قبل ما يتحول دابا فين كاين في اقدام، راه تهلاو فيه راه دار انت راك والو، هو راه دار راه ماشي لحقو باع الماتش هكذاك، يعني ما يمكنش من ساكن في توليتي ساكن في وبدل العنوان ديالو كل شيء، حنا صيفطنا لك في العنوان الاول الهداوي وما توصلش بها ورجعت لينا، وخلصنا عليها فلوس ورجعت لينا، خلصنا عليها شي كدا $50 باش اللي درنا عليها باش تمشي، صيفطنا لي المدفع ديالو هذا مادام بغى عطاوه التهمه كذبوا عليه وقالوا عليه بانه جيب علاه دابا هذا الهداوي، فاش قالوا لي بغيتي تجيب التهمه اللي داروا لي بغيتي تجيب دبابه من روسيا، واخا اي طفل صغير غادي يعرف بان راه هذه الهضره ما يمكنش تكون صحيحه، حتى هذيك الهضره ديال الحشيش اللي داروا لك نتايا باش حاكموك به، اي دري صغير غتقول له مول الكاسكيط يقول لك لا،
ماشي ديالو ما يديرهاش، هادي زادوها ليه. ما تحتاج حتى يجي محل. وملي قلت ديال الهداوي، الهداوي قال لهم وتا الحشيش ما نقدرش وما نعرف وما هادي نكرك اللي انت كتهضر عليه، هو نكرك لانه هداوي، لان حميد الهداوي كيبقى هداوي باع الماتش. اصلا المهداوي ما باعش الماتش في الجينا نشوفو، الهداوي كان من الاول هو منهم، انسان غير ما قاريش ما واعيش ما فاهمش، نقز على الصحافه وتلا عليها وصافي بدا صافي هادشي. اما انت راك انت راك قريتي شي حاجه وراك تفهم في الماتش وتفهم في هذا، يعني راك شويه راك ما تاش بحال الهداوي، باغي تقرر راسك بالهداوي. فالمهم الهداوي مشى للحبس على الدبابه ما دارهاش، وانت مشيتي على الحشيش اللي ما درتيش. واي واحد فينا حنا دابا، انا كنت دخلت المغرب غيشدوني وغيختاروا ليا شي تهمه، تهم موجوده عندهم، اما يجيب لك الحشيش اما يقول لك شي حاجه اما هذا. المهم نرجعوا لك مول الكاسكيطه، وشوهتي راسك بهذه الخرجه وحشومه عليك صافي، ولي حتى وليتي هداوي بحالك بحال الهداوي. ايوا خويا انا كنتاسف انني، ولكن من حسن النيه ان فاش كنت في الامم المتحده جبت سميتك، جبت محمد السكاكين ملقب مول الكاسكيطه، جبتها في الامم المتحده، يعني الامين العام ديال الامم المتحده سمع سميتك، العالم كله سمع السميه ديالك راني نطقتها في الامم المتحده. وحنا خويا راه ما باغينش الملكيه وما باغينش الحمار السادس الملعون لعنه الله عليه، الله ينعل عليك محمد السادس، اوكي الحمار السادس لعنه الله عليه ما بغيناهش. واللي غادي دابا يجي يجاوبني، راه كيبان ليه شي واحد دابا كيكتب لي كيقول لي ما كتسب لينا ملكنا ملك زوين واللي دايرين به خايبين، غنقول ليه الله ينعل بوك وملكك. ها انت كتبوا لي في واحد الفيديو مؤخرا قالوا لي، قال لي كتسب الرموز الملكيه الهلكيه، الملكيه هي انت اللي كتقول الملك راه هو الراعي ديال معت الامن ولا هو سبب الاستقرار ولا معت شنو. الملكيه هي اللي دخلت فرنسا، وفاش دخلوا فرنسا قتلوا لينا جدودنا والدينا وجدودنا، قتلوا فيهم تعيان القتل بواحد الشكل عشوائي، اباده كانت في الرجال واغتصاب للنساء والاباده ديال الرجال، وحتى العيالات ما سلموش من القتل، الحيوانات قتلتهم فرنسا، الحمير والكلاب كانت كتيري فيهم ماشي غير الوالدين. الملاح كيف ما قال لنا الاخ محمد هشام هو اللي سمعته قال هذه، قال لك اسيدي الملاح بان كانوا الرؤوس ديال المقاومين دوك الجداد اللي يلاه كيبداو باقيين يلاه بداو في المقاومه، كان المخازنيه ديال ملكك والجنود ديال فرنسا كيقتلوهم وكيقطعوا الرؤوس ديالهم وكيعطيهم لهذوك وكيعلقوهم في الملاح تما على اسمو، كيملحوهم باش يبقاو صابرين واحد المده وكيعلقوهم في الملاح. داكشي علاش سمات ديك المنطقه ديال الملاح بهاد المسائل هادي. فرنسا راه ما جابتش لينا الورود للمغرب، وشكون اللي جابها؟ الملك، الملكيه هي اللي جابت لفرنسا. حنا ما كانش عندنا استعمار، كانت عندنا حمايه للملك واستعمار للشعب، وما كانش حتى استعمار للشعب، كان احتلال. حيت كاين الفرق ما بين الاحتلال، الاستعمار كيبني الاحتلال كيريب. المدارس اللي كيبدا يدافع على فرنسا، المدارس اللي دارتها فرنسا باش تقري هنايا ولاد الشعب ان بلس ان ايكالا دو، باش تعلمهم دون موا ان ديغام سيل تو بلي، هادشي اللي علمتهم باش تخدمهم فين ما بغات، وباش ديرهم بنهم برقاقه وتخدمهم وتخدمهم في داكشي اللي بغات هي، وكانت كتخدم في الفيرمات كتخدم في الفاكتوريز يعني المصانع، تخدم في اي بلاصه خصو يعرف الارقام، خصو يعرف هاد الكلمه اش كتسمى، خصو يعرف هادي، خصو يعرف السميه ديال الكلمات باش تخدمهم، باش تخدمهم فابور وتحرص عليهم باش الفرنسيين يسيبوا يهضروا معاهم، باش يهزوا منهم الناس ويجندوهم في العسكر من بعد ما قتلوا لهم والديهم يدوهم هما للعسكر. فرنسا راه تكرفصت على الشعب، راه عذبات الشعب، وحنا هاد التبعات اللي باقا ديال فرنسا راه باقي لحد الان كنعيشوها لحد الان في المغرب بسبب فرنسا، لان عذبتنا وحطت لينا هذاك الملك، حيدت ملوك اخرين اللي كانوا خيب منه وحطت هذاك، كلهم كانوا خايبين كلهم ماشي في المستوى، حطت لينا هذاك الملك وجابت لك محمد الخامس وحطت لك العالم
ديك الرايه ديال اليوطي، حطها اليوطي كاستعمار، وبالعاليه داك اللون الاحمر وهداك الشيء ماشي ما كانش. شكرا على السي محمد هشام على هذه الكلمه هذه اللي على هذه الملاحظه اللي تارها، ملاحظه ماشي سهله، ان الرايه كانت باللون الاحمر وفيها هذاك هذا ماشي. والملوك العلويين من الاول ما كيديروا الرايه الاحمر، يعني عندهم الدم اذبح في المغاربه. فما تجيش اخويا مول الكاسكيطه وتبدا دابا تدافع لنا الحمار السادس تقول لنا بغيناه. لا ما بغيناهش اخويا، بغيتي غير انت بوحدك، وانت في القرارات النفس ديالك لداخل، واخا تخرج دابا وتبدا تكذب على الناس، راك ما حاملش الحمار السادس. ما كاينش شي واحد، اي انسان عنده ضمير. والكلاب في الزنقه ما باغينش محمد السادس اصاحبي، المشاش والكلاب ما باغينوش، الارض ما بغاتوش، ما بقاش شي واحد اللي باغي محمد السادس. كيفاش تقول لي انت بانك باغي وبانه هو رمز الاستقرار وهذا الشيء؟ اش من استقرار دارت لينا فرنسا اللي جابوا الملوك؟ اش من استقرار دار هذا الحمار السادس؟ يلا وريني هذا الاستقرار اللي دار. راه كاين مسائل بسيطه، غير مسائل تنظيميه، راه في الشارع هذوك الريرون بوان اللي داروا مات فيهم شحال من واحد، راه ممكن دير غير هنا عندنا كاين الخط الابيض الوسط، خط الاصفر الوسط، ها في عوض ما يدور في الرومبا، كاين شي حوايج اللي مسائل غير، ولكن ما خصهم يخسروا الفلوس. الاسلحه كنشروها من عند فرنسا، كنشروها من الامريكان، كنشروها من اي بلاصه، والاكثريه كنجيبوا من فرنسا، كنجيبوا اسلحه بعدا اللي هي بدات كتصدي عندهم، بقات الخدامه والو، كنخلصوا فيها فلوس، هذيك الرشوه كتعطى فرنسا فلوس باش كتديها فرنسا، كيجيبوا داك الماتيريال كيحطوه حتى كيصدي. ها الطائرات عندك وما كتستعملهمش معاك. ها هو دابا الحرب راه كاينه في الجنوب، في الصحراء الغربيه، اي الصحراء الغربيه. واللي قال شي حاجه انا وياه الحجه والدليل بان الصحراء الغربيه، بلا ما تبداو تسبوا وتشتموا ولا تخرج لي انت تما هذاك، راني كنشوفك باغي تكتب لي شي حاجه تقول لي الوحده الترابيه والتخربيقيه والفنكوشيه. الا قلتي شي حاجه نرجع وياك بالحجاج، نقارعوا الحجه للحجه. سمعت يا مول الكاسكيطه؟ الصحراء ماشي مغربيه، ومحمد السادس مرتزق، محمد السادس مرتزق، محمد السادس او الحمار السادس الملعون مرتزق، وما بغيناهش وغير حاكموه الى بقى بالحياه، والى مات جهنم وبئس المصير كيف ما مشى المقبور الحسن الثاني لعنه الله عليه في قبره. وما تقولش لي اذكروا امواتكم بخير، الحسن الثاني ماشي من امواتنا، اسمحوا لي، الحسن الثاني ما هوش من امواتنا باش نذكروه بخير. هذيك ذكروا امواتكم بخير اللي تيكون مسلم وتيكون كيتهلا في الناس وكيدير اخطاء بحالو بحالي وبحالك، حنا كاع كنغلطوا، وبعض المرات كناديو كندفعوا بزاف ديال الحوايج مقابل ديك الاخطاء اللي كنديروا. نتمنى ان مول الكاسكيطه يفهم هذه الهضره هذه. انا ما تنقولش لك واللي معارض، لا بزاف عليك المعارضه بزاف عليك، فهمتي؟ لا انت ولا داك الهداوي ديال الحميد ديالك، فهمتي؟ هذا هو اللي بغيت نقول لك. اما باش تبدا تكذب على الناس تقول لهم راه جاتني عروض باش نمشي لتونس ومن ثم ناخذ البوليزاريو، البوليزاريو كيعطوا اللجوء حتى واحد، البوليزاريو ما كيهضروا مع حتى شي واحد، فهمتي؟ باغي تبيع الماتش غتبيع، ما كاينش اللي غيشري من عندك، ما كايناش هذه ديال البوليزاريو، هضره خاويه هذه. بوليزاريو هما راه ما لاقيش باش يديروا بزاف ديال الحوايج، ما كيعطيو حتى شي واحد، راه ما عطيني غير واحد، يا واحد عطاتو البوليزاريو شي 4 دريال يلاه، حتى هما عندهم موظفين ديالهم وعندهم ناس كيخلصوهم وعندهم بزاف ديال الحوايج وعندهم مسؤوليات ماليه وعندهم مسالين لك انت باش يعطوك، شكون انت باش غادي باش تخرج تقول لي مول الكاسكيطه هذه افريكان مول نضادر، وها هو عاوتاني مول الكاسكيطه ودير لهم داك المسائل ديالك، اش غيديروا بيك؟ عندهم اللي كيقول هذا الشيء، بوليزاريو راه واصلين للامم المتحده وراه يهضروا على حقوقهم، وعندهم دول معترفه بهم، واش انت الاعتراف ديالك هو اللي غادي؟ ما يعقلوا لا عليا لا عليك لا على اي واحد، راه عندهم تاهما شغلهم وعندهم دولة ديالهم وعندهم يعني السفراء ديالهم وعندهم اش غيديروا بواحد بحالي ولا بحالك؟ اش غادي شنو غادير؟ غادير الحرب في الصحراء زعما انت تجي ضد الملك ولا شنو؟ اش كتخربق؟ البوليزاريو راه معظمهم لاجئين، ما غيعطيكش انت اللجوء،
باقي في حرب مع محمد السادس، مع الهلكيه في المغرب. حتى هذه الفكره هذه ديال البوليزاريو صاحبي منين جاتك هذه؟ وهاد الكذبه اللي بديتي كتكذب، قالوا لي البوليز تمشي للبوليزاريو، قال لي تمشي لتونس تاخذ. شكون اللي قال لك هذه الهضره هذه؟ الا قال لك شي واحد راك انا كيكذب عليك، غاجي وطلب اللجوء، اجي وخرج من ديك البلاد وطلب اللجوء. انا راني تانا لاجئ، انا لاجئ في امريكا، ولكن باش اللي بغيت نجي راه جاوني داك هددوني تما في المغرب، قال لك كتسب لينا المقدسات. صافي كانت هذه، قلت لهم شكون المقدس اللي سبيت؟ قال لك الحمار السادس. قلت لهم راه الدستور قال لك ما بقاش مقدس، قال لك لا سيدي مقدس. صافي انا شبعت راسي، قديت الوريقات ديالي، صفيت الحسابات مع كاع اللي كيتاني شي حاجه عطيتها ليه، وكاع اللي شي حاجه فكيتها معايا، بعت الطوموبيل اللي كانت عندي، اللي كانوا عندي جوج طوموبيلات بعتهم. كانت عندي واحد الدار تاهي بعتها، داك الشيء كاع اللي عندي بعته طق طق طق. دزت فحالي، خديت درت فيزا الميريكان وجيت فحالي، جيت فحالي هنايا وطلبت اللجوء، والحمد لله الحمد لله نشكرو انو دوجيل وطلب اللجوء. فين غتمشي؟ يلا يلا وريني فاش غتمشي. حتى شي دوله اللي ممكن ما غتعطيك الفيزا، يلا كي غدير حتى تطلب هذا اللجوء هذا؟ يلا الحق وطلب اللجوء. انت باقي انت عياشي وغادي تطلب اللجوء؟ انت ملي تمشي دابا لاي دوله بعدا وغتقول لي معاش الحمار غيعطوك اللجوء؟ ها هو مراد الصغير هذا اللي قتلوه، راه مازال غنديروا عليه فيديو. هذا مراد الصغير اللي كان الطبيب العسكري، مشى حتى للسويد، قال لهم الملك مزيان، ردوا قال لي سير عيش معاه. او انت عندك ملك، احسن ملك في العالم، احسن ملك في التاريخ، زوين هذا مزيان. هذه فتره من التاريخ ما بقاتش غتتكرر، حتى شي دوله ما دوزات شي واحد سوبرمان بحال محمد السادس، على ذاك الوصف اللي كان هو عياشي وكيوصف به محمد السادس. محمد السادس هو هذه هو هذه، يعني بداك الشكل اللي قال لهم على محمد السادس، قالوا لي يا ودي راه ما يمكنش. لا هذا ما تكرر، هذا ما عمرو داز في التاريخ شي واحد بحاله، ما عمرو غيدوز بحال هذا الملك عندكم هذا. اذا سير اخويا عيش معاه، لانه غيجي واحد الفتره وغادي يموت، جهنم وبئس المصير، وغتكون نتايا زقلتي، ضيعتي من حياتك، ضيعتي واحد الفرصه انك تعيش مع واحد الانسان، واحد الحاكم سوبرمان، احسن واحد في التاريخ في العالم، فهذا فهذا احسن هو من الانبياء والرسل، هو اله كاع، كيقولوا لي عاش الحمار، وكيعبدوه وكيركعوا ليه كاع، كيديروا لي الله يبارك في عمر سيدي ويركعوا ليه كاع. يا قالوا سير اخويا عيش معاه، وما خداش اللجوء في السويد. بس لو كان هو يا كان عنده مشكل مع النظام غيعطوه اللجوء، ما يقدروش يرجعوه. كيقول لهم انا عندي مشكل مع هذا، كيقول لهم راه كاينه جمهوريه اللي كاينه داخل المملكه، كي داير هذا تخربق تيدخل في الخروج في الهضره؟ راه قالوا له راه تيخربق هذا، غيمشي للمغرب وما غيتشد. شوف فعلا جا للمغرب وما شدوهش، وانما قتلوه من بعد شي حوايج اخرى، لان كاين شي صراعات، شي حوايج داخل حنا لحد الان ما عارفينش القصه ديال مراد الصغير كيفاش تقتلوه وشنو اللي وقع. مازال الايام غادي تجيب لنا الاخبار. هذا هو السبب علاش انا ما درتش فيديو على مراد الصغير الطبيب العسكري، وما تكلمتش عليه لانني ما عنديش المعلومات. حنا عندنا مصداقيه، ما يمكنش لي نهضر من فراغ، ما يمكنش حين قالوا لي هضر نهضر. عندي اصدقاء ديالي كلهم طلبوني هذا، وافقت على انني ندير فيديو، ولكن ماشي دابا حتى ناخذ نعرف اش كنقول، ما نلحقش نخرج. خرجتي خرجه ديال والو سيمو الكاسكيطا، درتي غسله خايبه قاعد. محمد السادس هو اللي سارقنا، محمد السادس هو رمز الفساد، هو اساس الفساد، ماشي غير هو الاساس ديال الفساد. ما يمكنش تتكلم على الفساد في المغرب وما تتكلمش على الملكيه، ما يمكنش تتكلم على الفساد في المغرب وما تجبدش الملكيه. وراك لا تشديتي عاوتاني، وراه مازال غيشدوك على هذه الهضره اللي قلتي، لانك حاط الكرموصه ديالك الوسط المسؤولين خايبين والملك زوين. لا ما تلاوش بغاو هذه الهضره هذه، وملي غيشدوك عاوتاني راه غادي الا مشيت ثاني للامم المتحده غنجبد سميتك ونقول لهم هذاك ثاني معتقل، ولكن لا كنتي معتقل على الراي ديالك. اما لا كان شي عندك شي جريمه ولا شي حاجه ما غنهضرش عليك. انا بغيت علاش دابا حكمتو مول الكاسكيطا؟ عطونا الملف ديالو نعرفوه بان هذا الشيء ليك. مول الكاسكيطا خرج عياشي شبيح نبيح منبطيح بحالك، بحال مراد الصغير هذاك، بحال راه حتى هو مراد الصغير كيقول لهم الملك زوين واللي ظاهر بخايب، راه قتلوه كاع. الهداوي قال لهم الملك زوين واللي ظاهر بخايب، راه مشى للحبس. انت قلتيها وما بغيتيش تعيق، هضرتي على الملك ديريكت
الناس احترماتك على هذه، ولكن ملي رجعتي دابا كتقول لا لا الملك زوين، المسؤولين اللي خايبين واداره السجون وهذا، وضربتي في اداره السجون بحال اخويا. كون على يقين بانهم غيتسائلوا معك، غيجيو لك. وهذيك الثقه اللي عندك في محمد السادس غلط، غلطتي بزاف مول الكاسكيطه. راه محمد السادس هو اللي حط هذوك تما في السجون، وحط هذوك اللي يتكرفصوا عليك، ودوك اللي كيبيعوا الحشيش ديالو، وهذاك الحشيش اللي جابوه حطوه لك تما، شو واش مشاو شراو ولا من ديال محمد السادس هذاك الحشيش؟ يلا الاخوان استسمع على الاطاله، ما كنتش باغي نطول. مول الكاسكيط عصبني. السلام عليكم ورحمه الله. انا الفيديو الاول فاش هضرت عليه كانسان حر ومن شكل انساني، اما انا ما كنتش عارفه غادي يرجع لتعيشت، ودابا ملي رجع لتعيشت اخويا عوم بحرك، شبح ونبح وما عرفت شنو دير. وملي بان لك بوس اليدين والرجلين اطليناك بمحمد السادس ديالك، الله يسهل عليك انت بمحمد السادس ديالك. سير دير التصاور ديالو، هاد المره مول الكاسكيط دير التصويره ديالو كبيره، حطها في في شي شارع تما وسط السطات ولا شنو، وبوس ليها يدها ودا تبوس، وبوس ليها الرجلين وبوس هذا، دير شي تصويره ولا شي تمثال ودا تبوسو، ولا فين ما تبان لك الصوره ديالو تما سير تصور معاها كتبوس فيها، وبوس هذا وبوس اليدين والرجلين، فهمتي؟ والطريق اللي قالك فيه من محمد السادس الناس، سير هز التراب وتبرك به، اطليناك بمحمد السادس ديالك. احنا محمد السادس ما بغيناهش، لعنه الله عليه، اوكي، لعنه الله على محمد السادس. كنا كنحترمو كامول الكاسكيطه، طارب منك الاحترام اخي. هضرت عليك في الاول فاش كنتي كتعيش، وملي ما حيدات منك تعيش وتعرضتي للمحنه انا اعتذرت لك. دابا انا كنسحب هذا الاعتذار ديالي، يعني الفيديو اللي درت في الاول ما كنتش غلط فيه، اللي كنت هضرت عليك وانتقدتك، دابا عاوتاني رجعنا انتقدتك ملي هذا، ملي مشيتي في واحد الاتجاه ديال الحق، راني كنت معاك، دابا انا ضدك، وغنقولها لك من هنا، اللعنة على محمد السادس حيا وميتا، والمقبور الحسن الثاني ملعون، وما هوش من الامواتنا، باش ينقز ليا شي واحد يكتب ليا اذكروا امواتكم بخير، الا تكتبها ليا راني غنجاوبك. محمد الحسن الثاني ماشي من امواتنا، صهيوني، شفار، قمار، خمار، تهوى وحمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.